عايز اقول لحضرتك من ساعة ما بدأنا نخرج بره الأوبرا الجمهور الأوبرا زاد طبعا، لأن اللي بيتفرج على العرض بيحب النوعية دي من الموسيقى أو النوعية دي من العروض فبتدي يتابعها. مثلا في مهرجان القلعة بنقدم تنوع فني، يعني بنقدم موسيقى عربية، بنقدم موسيقى كلاسيكية، غناء أوبيرالي، وبنحاول طول الوقت نعمل مزج ما بين الفقرات الفنية. فمثلا تبقى فقرة للفنان علي الحجار أو مدحت صالح مثلا، ونقدم معاه فرقة غناء أوبيرالي. فطبعا يعني صعب قوي ان الجمهور ده يسمع ده، يسمع اللون المختلف ده. فالحقيقه دي كانت تجربه مبهره، قد ايه الناس البسطاء الاسره المصريه البسيطه اتفاعلت مع النوعيه دي من الموسيقى، بقوا مش مصدقين ان اوركسترا وغنى اوبيرالي. طبعا في الحاله دي احنا بن بن بنختار بن في البرامج المقدمه طبعا الاغاني او الاريات البسيطه اللي هي في الاوبرات، يعني انا مش داخل اصدم الجمهور، انا داخل اشد الجمهور. والحقيقه تفاعل عظيم لدرجه ان احنا ابتدينا نرصد نوعيه نفس نوعيه الجمهور ديات البسيط في دار الاوبرا، بيجوا بقى يتفرجوا على العروض اللي من النوع ده.